بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. هقرأ ويا حضراتكم جزء من إنجيل معلمنا ماري متى البشير في الإصحاح 25 اللي بيتكلم على عدة أمثال من ضمنهم مثل الوزنات. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحدا 5 وزنات وآخر 2 وزنات وآخر وزنة، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 وزنات أخر، وهكذا الذي أخذ 2 وزنات ربح أيضا 2 وزنات أخريين. أما الذي أخذ 1 وزنة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيده، 5 وزنات سلمتني، هوذا 5 وزنات أخر ربحتها فوقه. فقال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وزنات وقال: يا سيد، 2 وزنات سلمتني، هوذا 2 وزنات أخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا الذي أخذ 1 وزنة وقال: يا سيد، عرفت أنك إنسان قاس، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت 1 وزنة في الأرض، هوذا الذي لك. فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أنني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة، فعند مجيئي كنت آخذ الذي لي معارب. فخذوا منه 1 وزنة واعطوها للذي له 10 وزنات، لأن كل من له يعطى فيزداد، وأما الذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال اطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في بداية الاجتماع النهاردة بنرحب بمجموعات من الشباب من كنائسنا القبطية الأرثوذكسية في مشارق الأرض ومغاربها، من الولايات المتحدة، من كندا، من دول أوروبا، من أستراليا، من دول الخليج، وأيضا من السودان ومن مصر بطبيعة الحال. وطبعا وجود الأباء الأسافة الأحباء النهاردة بيرحبوا بيكم كلكم. الشباب دول جم السنة اللي فاتت في المؤتمر الأول لشباب، المؤتمر الدولي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقضوا فترة أكتر من 8 أيام كانت كلها أيام كنسية ودائرية وسياحية وثقافية وترفيهية وتعليمية، وكان فيها يعني ثروة كبيرة جدا، وشارك عدد من الأباء الأسافة والأباء الكهنة، وكان أسبوع ناجح جدا وعمل روح طيبة ما بين الشباب والشابات من كنائسنا في كل مكان. لكن فوجئنا انها السنة دي هم طلبوا الشباب، احنا كنا خلصنا السنة اللي فاتت، طلبوا انهم يجوا اسبوع يقضوه في الخدمة، للخدمة. فعلا ابتدوا يجوا من يوم الجمعة اللي فاتت، وهو يبقوا ويانا لغاية يوم السبت اللي جاي، وابتدوا ينزلوا مناطق خدمة في القرى وفي بيوت ضيافة الاطفال الولاد والبنات، وأيضا في زيارة بيوت المسنين، وأيضا في زيارة الهوملس،
بجوار برامج عملوها للأطفال، جمعوهم في أكتر من مكان وابتدوا يعملوا لهم برامج تعليمية وترفيهية وبرامج من الحاجات المحببة لدى الأطفال. عملوا خدمات طيبة جدا وناجحة للغاية، وقلنا لهم كفاية كده، قالوا لا عايزين نخدم كمان وكمان. وده اللي خلاني ان انا احضر تأمل هذه الليلة عن الوزنات بحسب المثل اللي احنا درسناه او قريته على مسامعكم دلوقتي. الوزنات نعمة يعطيها الله للإنسان، ولا يوجد إنسان بلا وزنات. فحسب المثل اللي قدمه لنا، جاب واحد وقال له خد 5، وجاب واحد وعط له 2، جاب واحد قال له 1. وهنا لا مجال ان احنا نقول اشمعنا اشمعنا، كلمة اشمعنا ملهاش محل. ليه؟ لان يقول لنا الكتاب حسب طاقته. يعني في واحد بيقدر يشيل 10 كيلو، في واحد تاني بيقدر يشيل 20، في واحد بيقدر يشيل 30، كل حسب طاقته. فهنا ما فيهاش عملية التساوي، لكن المهم كيف تعمل بالوزنة. الله ما خلقش فينا أي إنسان بلا وزنات، كل إنسان فينا عنده وزن. ومرحلة الشباب هي أجمل مرحلة يكتشف فيها الإنسان وزناته إيه اللي ربنا عطاها له. لما عطاله 5 وزنات وقال له هسيبك فترة من الزمن، الفترة دي بتمثل العمر، عمر كل واحد فينا، هتعمل إيه بالوزنات؟ فأبو 5 خد ال5 وزنات وتاجر واستثمرها بلغة العصر يعني، وربح 5 وزنات أخرى، حقق نتيجة 100%. كانت النتيجة مبهرة، فقال له كده كنت أمين في القليل اللي هم 5، أقيمك على الكثير، هدي لك بقى إمكانيات أكتر، أدخل إلى فرح سيدك، يبقى لك نصيب وياه في السماء. ومن اللي معاه وزنتين عمل نفس النتيجة وسمع نفس الدعوة. اللي خد وزنة واحدة خدها وحطها في التراب، ولا ما يبقى يجي صاحبها أبدها له. طيب هتديها له إزاي؟ لما جه يطلبها منه طلعها له بترابها، وقال له هي الوزنة اهي. طب وليه عملت فيها كده؟ قال أنا خدت الوزنة وحطيتها لك في التراب، أنت مش عايزها، هي الوزنة اهي، أنا عملت كل حاجة كويسة. قال له لا أيها العبد الكسلان والبطال. وهنا عشان معظم الحضور شباب، هنا مفتاح استغلال الوقت. اللي خد 5 واللي خد 2 استغل الوقت حسنا، واللي خد وزنة واحدة لم يستغل الوقت. طب إيه حكاية الوقت؟ أصل الوقت هو العطية الوحيدة اللي ربنا عطاها لنا بالتساوي. بدينا الهواء، وبدينا المية، بدينا الشمس، حلو خالص، دي عطايا عامة. بدينا كمان الوقت. الوقت كل يوم كل واحد فينا بياخد 24 ساعة، بنعمل بيها ايه؟ هو ده السؤال. صاحبنا حطهم في التراب وقعد كسلان. والعبارات لما تقروها في الكتاب تلاقوها عبارات صعبة جدا. ايها العبد البطال، في النهاية خالص اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء صرير الأسنان. البكاء صرير الأسنان اللي هو الندم، اللي هو ساعتها يقول إيه؟ يا ريتني استغلت الوقت، يا ريتني تاجرت بيها، يا ريتني ربحت بيها. وكلمة إنه يلوم نفسه كده مش هيحقق شيء خالص، لأنه خلاص ضيع الوقت، والوقت لما يتصرف ما بيرجعش. ربنا عطانا مثلا من الوزنات اللي عطاها لنا كلنا بالتساوي، عطانا 5 حواس، وال5 حواس دول بيهم بنتلامس مع حب الله وحب الناس. عطانا كمان وزنتين، الوزنتين دول بيمثلوا زي عرضتين الصليب، اللي هي محبة الله ومحبة الناس برضو. أما الوزنة الواحدة كان الرمزية بتاعتها
انه هذا الانسان كان اناني ومتقوقع حول ذاته، مش شايف في الوجود غير نفسه بس. وهنا مكمن الخطورة في حياتنا كلنا. لما بيجي ربنا بيدينا وزنات ليه؟ وإزاي نكتشف الوزنات؟ الوزنات هي عطايا وإمكانيات الله يعطيها لنا. كل واحد فينا عنده وزنات مختلفة. في واحد عنده أسرة، الأسرة أنها وزنة خادمة. واحد عنده الصحة، طاقة الجسدية. واحد عنده الطاقة الفكرية. واحد عنده الطاقة الدراسية، ما هي دي وزنات. واحد عنده وزنة الخدمة، الخدمة بكل أشكال، يعني هشرحها بعد شوي. طب إزاي ندخل في مجال الأمر ده، مجال الوزنات؟ أول حاجة لازم تعرف نفسك، تعرف نفسك. أنت نفس مفدية بدم المسيح على الصليب. أنت غالي، غالي في عينين المسيح. واعرف نفسك وقف قدام ربنا وقول له يا رب، هي الوزن انت اعطاني ايه؟ او الوزنات اللي انت اعطاني. افكركم بواحد بتحبه خالص، كان بعيد خالص عن ربنا، ولما ابتدى المسيح يظهر له في الطريق لدمشق، وبعدين ابتدى يتلامس مع المسيح، فراح قايل عبارة حلوة قوي: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ طب أنت عطيتني وزنات، بقى عايزني أعمل بيها إيه؟ وخد الخلوة بتاعته، ومن خلال الخلوة ابتدى ينطلق للكرازة. ولما تيجي تشوف اللي عمله القديس بولس الرسول في التاريخ وفي الكرازة وفي العمل الروحي، وفي أنه ظهر بلاد كتيرة، يقال أن بولس الرسول مشى على رجليه 20,000 كيلو. زمان لا كان في طيارات ولا في قطارات ولا في عربيات ولا في طرق مسفلتة أو طرق آمنة، كل ده ما كانش موجود. كان قدامه طريقتين بس: يركب مركب في البحر، يمشي على رجليه، أو يركب أي حاجة من الدواب. لما وقف قدام ربنا وقال له: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ابتدى ربنا يكشف له، قل له: تكون لي مبشر ورسول في بلاد كتيرة، تقدم اسمي لكل احد. وجه في يوم كده جميل وراح قايل ايه: انا سفير في سلاسل. وهو في سجن سفير في سلاسل. سفير يعني دي رتبة حلوة، لكن في سلاسل. وبينظر للسلاسل دي انها مش معوقة، انها زي اساور الذهب، انها نوع من الكرامة. اول حاجة اعرف نفسك، اعرف صفاتك، اعرف امكانياتك، اعرف وعلم نفسك بالملاحظة. يعني فلان بيعمل، انا ممكن اعمل كده او اتعلم كده. نمرة 2، اقبل نفسك. في واحد ربنا يحفظكم جميعا ما يقبلش نفسه، يعمل كده ثورة على نفسه، مش راضي عن نفسه كويس، وعمال يبص ده احسن مني ودي احسن مني وده احسن مني وده عنده وده عنده. طب وانت ليه ما تبصش لنفسك؟ الله اعطالك امكانيات، بس شطارتك انك تكتشفها. الله له خطة في حياة كل منا، ومن خلال الوزنات ده هي تقدر يعمل. مرة نشأ واحد في بعد الحرب العالمية الثانية، نشأ في أسرة بتبيع بقايا الحرب، عارفين فوارغ الرصاص المرمية على الأرض والحاجات المصدية والمركبات اللي وقعت. نشأ في حتة زي كده، شاب. وبعدين قاعد يفكر: طب ما أنا من الحاجات ده هيت ممكن أعمل أعمال فنية. فابتدى ياخد الأجزاء، بواقي الحرب اللي مدفونة في الأرض ومنتشرة في أماكن كتيرة، فابتدى ياخدها ويشكلها حاجات معدنية كلها بأشكال مختلفة، ويطلع منها نماذج فنية رائعة، ويعمل معارض، ويبتدي. ما كانش يعرف ان ايديه او اصابعه
الله وضع فيها هذه الوزنة. لازم الله له خطة في حياة كل منا، والخطة خطة عاملة. ربنا خلقنا مش عشان نقعد كسلانين، ربنا خلقنا عشان نبقى أكتف، نشطة، نشتغل، ما نحطش ايدينا على خدنا. والآية الجميلة اللي بتعرفوها الحلوة بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يعني كل الظروف اللي حواليا ممكن تستغل جيدا وتبقى للخير طالما أنا إنسان مليان بمحبة ربنا. أول حاجة اعرف نفسك، والنمرة 2 اقبل نفسك، ونمرة 3 اعرف نوع شخصيتك. ربنا من محبته فينا بيعملنا بشخصيات بنوعيات كتيرة. في شخصية اجتماعية، في شخصية قيادية، في شخصية هادئة. مرة حضرت في لقاء كده دراسي، كنا 40 شخص عايزين يختاروا فينا مين هو اللي يبقى الليدر، يختاروا ازاي. فعملوا ويانا تجربة لطيفة قوي، جابوا حبل وربطوه من طرفينه، وقفونا دايرة كبيرة خالص، وكلنا ماسكين الحبل واحنا واقفين بره الدايرة متخيلين المنظر. وبعدين طلب المدرب اللي كان بيدربنا، طلب ان احنا نعمل نجمة، بس احنا كلنا واقفين زي بعض. وابتدى يتفرج علينا. ايه اللي حصل؟ واحد من الاربعين دول خد دور القيادة، وابتدى يقول لي ده تعال انت جوه وانت اطلع بره، تعال انت جوه، لغاية ما عمل شكل النجمة، اختاروا الشخص ده ان هو اللي يكون القائد، قدر يشغل 39 التانيين. ممكن تكون شخصية هادئة تميل للتأمل، وتميل كده انها تسمع الكلمة وتهضمها، وممكن تكون شخصية اجتماعية في وسط المجتمع، تقدر تقعد وياهم وتتكلم وياهم وتعمل علاقات طيبة وتبقى شخص مركز لكثيرين. ممكن تكون شخصية تبحث منظمة او باحثة عن الكمال، تقدر تنظم عمل، تقدر تدير يوم روحي مثلا، او تدير برنامج عمل او برنامج خدمة. المهم ان في عبارة قدامي قالها ميخائيل نعيمة. ميخائيل نعيمة احد شعراء وكتاب المهجر، هو لبناني وهاجر لامريكا اللاتينية. قال عبارة جميلة قوي: الحياة استمرار ولا وقوف فيها ولا جمود، إنها الدائرة التي كل نقطة فيها تصلح أن تكون بداية ونهاية في آن واحد. هقولها تاني: الحياة استمرار لا وقوف فيها ولا جمود، إنها الدائرة، الحياة زي دائرة، التي كل نقطة فيها تصلح أن تكون بداية أو تكون نهاية، نهاية حاجة أو بداية حاجة في آن واحد. الحياة باستمرار فيها عمل مستمر. وزناتك اللي ربنا بيديها لك ممكن تكون متنوعة. أضيف كده بعض مفردات عليها: ممكن تكون وزنة عقلية، وأنت بتحب القراية، بتحب البحث، بتحب التأليف، بتحب التفسير، بتحب التعليم، بتحب الشرح، بتحب التوضيح، بتحب الترجمة. ممكن نسميها وزنة أدبية. الأدب ده بيجمع خلاصة النفس، النفس البشرية. وزي ما كلكم تعرفوا ان كل انسان فينا بيسموه مايكروكوزموس، عالم صغير، ويسموا الحياة اللي احنا عايشين فيها ماكروكوزموس، العالم الكبير. فكأننا احنا عوالم صغيرة تعيش في هذا العالم الكبير. عالم، كل واحد فينا عالم، دنيا. طيب لو عندك المواهب الأدبية ده، هي بتتعلم من سلوكيات الناس
تقدر تشرح، تقدر تكتب، تقدر تألف، تقدر تكون شاعر. من يومين كده ولا امبارح، من ضمن الأطفال اللي خدمتوهم بنت صغيرة كده وقفت في وسطكم كلكم، مش كده برضو، وقعدت تقول حاجة شعرية يعني جميلة كده طويلة، وتقولها بمنتهى الثقة، تالتة رابعة ابتدائي، وفي وقت واقفة في وسط ناس كبيرة، موهبة من صغرها. الشطارة إن هذه المواهب تنمى على الدوام. نوع تاني من المواهب، المواهب الحركية، واحد كده عنده حركة باستمرار، الافتقاد، الزيارات، الصداقة، البحث عن الدار، الكرازة، مواهب الكرازة، ما عايزة واحد عنده نشاط وعنده حركة باستمرار. أيضا الرياضة، الرياضة، الرياضات الكتيرة اللي بنشوفها وبنتعلم. في مواهب اجتماعية أو وزنات اجتماعية زي العمل الاجتماعي، زي التطوع، الخدمة التطوعية volunteers، أو العمل التنموية، أو في الصداقات. المواهب الاجتماعية دهيت. في وزنات أخرى، وزنات فنية، الرسم، الموسيقى، التشكيل، الفنون التشكيلية بصفة عامة، فنون الأداء، فنون الأداء. أنا فاكر مرة كنا بنعمل برنامج للأطفال المبدعين، وبنجيب ولد وبنت يكون عمرهم 10 سنين من كل إبرشية في الجمهورية ونجمعهم. فجت بنت كان اسمها مريم، والبنت دي من الصعيد وكان عمرها 9 سنين، كان عندها قدرات تمثيلية فائقة. فمثلا لوحدها البنت تقف وسطنا وتمثل قصة المرأة الكنعانية وبنتها المريضة وشخص المسيح. هي مريم دي تعمل التلات أدوار، يعني مثلا وهي بتتكلم تنحني زي الأم كده وحتى طرحة وبتاع، إن يعني الأم اللي بتطلب شفاء بنتها، وفي لحظة تروح نكشة شعرها كده بنتها المجنونة، وفي لحظة تانية تاخد دور المسيح هو بيكلمها وتقنعك 100%. البنت دي دلوقتي في الجامعة أو خلصت جامعة. مواهب، والمواهب عايزة رعاية. بيكاسو الفنان العالمي المشهور قال كده: كل إنسان يولد وعنده مواهب، عنده وزنات، ولكن المشكلة كيف نحفظ هذه المواهب أو هذه الوزنات، إزاي نحفظها. في كمان مواهب، مواهب التعبدية، اللي هي بقى الألحان، اجتماعات الصلاة، التسبيح، الترنيم الجميل، المديح، التأملات. مثلا من مواهب التعبدية التكريس، إنسان ساعة واحدة لما بقى فيها ربنا بتبقى حلوة. طب وساعتين يبقوا حلوين قوي. طيب الساعة ده هي مرة كل أسبوع، طب خليها كده مرة كل يوم، طب خليها نص نهار، تفضل تزيد مع الإنسان لغاية ما يجي الواحد قدام ربنا يقول له: يا رب أنا عايز حياتي كلها ليك، أنا عايز أتكرس عندك، أنا عايز كل يوم كل ساعة تبقى بتاعتك أنت. طبعا في مواهب كمان، المواهب الإلكترونية، الناس اللي بتقعد تشتغل دي المواهب العصرية بقى، في مواهب كتيرة وفي برامج كتيرة وابليكيشنز كتيرة بنقدر نستخدمها وتقدر تكون مفيدة لكل أحد. آخر حاجة عايز أقولها لك، إن قوانين استثمار الوزنة، الوزنات اللي بيدهنا ربنا دي مش بيدهنا كده اعتباطا، بيدهنا بقوانين. أول قانون أنا قلته، إن كل واحد الله أعطاه وزنات. اوعى تقف قدام نفسك أو حتى قدام المراية وتقول أنا ما عنديش وزن، أنا ما بعرفش أعمل حاجة.
في وزنة أو وزنات مختبئة في داخلك. والحقيقة كان قدامي عبارة كبيرة قالها نابليون، عارفين نابليون بونابرت بتاع فرنسا، قال عبارة جميلة قوي، قال كده: كنت أرد بسلاسة عن سلاس، من قال لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب. أقولهم تاني لأن دي معاني مهمة لنا كشباب. من قال لا أقدر ما أقدرش أقول له حاول حاول، واللي يقول لا أعرف أقول له تعلم، واللي يقول مستحيل أقول له جرب. وبكده الإنسان يقدر يستثمر وزناته. الله يعطينا وزنات كل حسب طاقته، مش شرط أنا زي أخويا أو أختي. أخويا ممكن ربنا يكون عاطيله وزنات أكتر، أختي ربنا ممكن يكون عطيها وزنات أكتر. كويس خالص. الله يعطينا الوزنات عشان ثلاث حاجات. أول حاجة نشكره، أشكرك يا رب على الوزنة دي، خلتني خادم، خلتني خادمة، خلتني مكرس، خلتني مكرسة على أي وزنة. ونمرة اتنين عشان بالوزنة أخدم آخرين. الوزنة مش بيدهاني أنا، ده بيدهاني عشان أخدم بيها آخرين. ونمرة تلاتة ربنا بيدينا الوزنات علشان إحنا نشعر جوانا بالإنجاز، شعور الأتشيفمنت. يعني الواحد فينا يقدر يعمل حاجة، يقدر يبتكر، يقدر يوجد شيء. فإحساس الإنجاز ده إحساس مهم لحياة الإنسان. نمرة اتنين، لا يوجد أحد بدون مواهب أبدا. مش عارف أنتوا فاكرين القصة دي ولا لأ، فاكرينها وهي البابا القبطي اللي كان رقم 19 وكانت قليته تطل على البحر الأبيض المتوسط في اسكندرية هنا، وهو بيطل كده راجل كبير بيطل من القلاية من شباك القلاية على شاطئ البحر، لقى شوية عيال بتلعب، عيال بتلعب بس فيهم واحد ايه متميز في اللعب بتاعه، متميز يعني واخد دور القيادة كده. فمن بعيد كده قال الولد ده موهوب، الله عطيه وزنات. ودي مهمتنا احنا كلنا كخدام وخادمات والاباء طبعا، ان احنا نكتشف مواهب الاخرين. خد الولد ده، اسمك ايه يا حبيبي؟ قال اسمي اثناسيوس. يربي وياه، يكبر، يبقى شمس وياه. مين كان يقول ان الولد اللي بيلعب ده هيبقى هو البابا التالي رقم 20؟ مين يقول كده؟ ده لو واحد قعد بخياله ما تجيش. لكن العين، العين الروحية، العين اللي ما فيها الذات، بتكتشف مواهب الآخرين. قيسوا على كده قصص كثيرة جدا. أغسطينوس النهاردة عيد نياحته، قديس أغسطينوس شفيع التائبين، عيد نياحته النهاردة. أغسطينوس ده اتربى ودرس المحاماة قانون، وكان صاحب لسان خطيب، وكان يعني بيني وبينكم عجبا نفسه شوية، عجبا شخصيته. وبعدين يا أثناسيوس ابتدى الكلام ده يخليه كأنه رفيع المستوى، مفيش حد زيه، وابتدى ينحرف ومشى في طريق الخطية 20 سنة، وأمه وراه بتصلي عشان يرجع. أغسطينوس كان يشوف دموع أمه ويتريق عليه، وبعد كده يقع في ايديه كتاب حياة القديس أنطونيوس أب الرهبان ويقوله: هو في حد كده؟ الكلام ده في القرن الثالث والرابع، هو في حد كده يعيش كده، يسيب أهله ويسيب الغنى اللي كان عنده ويروح يعيش في الصحراء؟ ما دي بداية الرهبانة. فتأثر قوي بحياة أنطونيوس. وبعدين لما البلد بتاعته صغرت عليه، هبونة في الجزائر، عمل ايه؟
قال أروح ميلانو اللي هي بقى العاصمة العالمية. راح ميلانو، وهناك في ميلانو اتعرف على القديس امبروسيوس اللي هو أسقف ميلانو، وأعجب بعظاته. كويس، أمه الست الطيبة المصلية خدت بعضها وراحت وراه في ميلانو، وراحت لغاية أبونا الأسقف اللي هو قديس امبروسيوس، وقالت له ابني أوسينوس ده هيضيع، ده إذا كان في البلد الصغير الصغيرة ابتدى ينحرف، في البلد الكبيرة هيضيع خالص. بعدين يا أوسينوس، يبص أمبروسوس كده للأم مونيكا ويقولها ما تخافيش، دموعك دي كل دمعة محفوظة عند ربنا، وابنك ده مش هيهلك، ويكون دموع الأم حياة أنطونيوس، عظات أمبروسيوس، التلاتة كده يحصروا أوسينوس ويطلعوا منه قديس عظيم، ونسميه ابن الدموع، ونسميه شفيع التائبين. وأوسينوس ده هو أول أسقف في التاريخ عمل حاجتين، كتب اعترافات أوسينوس أحد الكتب الروحية القوية جدا، والحاجة التانية إنه هو الذي أنشأ ما يسمى بأديرة الإبرشيات. يعني ابتدى يعمل في إبرشيته، هو كان مساعد للمطران، لكن لما ابتدى يتوب قال أنا عايز أعيش في جو رهباني، فابتدى يعمل بيت يعيش فيه رهبان وياه في الإبرشية اللي بيخدموه، عشان يبقى عنيه ما ينساش نفسه أبدا على الرهبان وعلى الحياة الرهبانية. وطلع أوسينوس، هل أوسينوس كان يعرف أنه هيكتب اعترافاته؟ كانش حد كان يعرف. واعترافاته دي هتفيدنا لغاية النهاردة روحيا، وزنة استغلها كويس. من القوانين بتاعة استخدام الوزنات ان احيانا الانسان فينا لا يفهم ذاته، ما يعرفش نفسه. اديكم مثال قريب، موسى النبي لما قال له ربنا تروح قدام فرعون، قال له انا اروح؟ ده انا بنص لسان، ده انا ما بعرفش اتكلم، انا اروح؟ وابتدى يحقر من نفسه، او اللي بنسميها في التحليل صغر النفس، ما يعملش حاجة. مثلا كلكم تفتكروا جدعون احد القضاة، وحضر اعداد كبيرة وعشان يخرج بيها على الاعداء المديانيين، وفي الاخر يقول له لما دعاه ربنا قال له يا جبار البأس تعالى، يقول له انا ده انا عشيرتي هي الصغرى، قبيلة بتاعتي هي الزلة، هي يعني ملهاش ذكر، انا من عيلة ضعيفة قوي. قال له لا، واستخدمك. نسمع عن جدعون رمز القوة، ونسمع عن ارميا النبي، ونسمع عن بطرس صياد السمك، ونسمع احيانا الانسان فينا ما يقدرش يقدر نفسه، ما يعرفش، ودي بتحتاج طبعا خدامنا يساعدونا في العمل ده، او المرشد او المعين اللي ويانا. قانون اخر ان الوزن تزداد بحسن الاستخدام، والوزن تتلاشى بعدم الاستخدام. يعني بالبلدي كده الخدمة تجيب خدمة، واخدين بالكم؟ وتجيب خدمة اكتر. طب افرض انا كسلت، الكسل يجيب كسل، والنوم يجيب نوم. في مثل مصري يقول تآوي النوم نوم، يعني عايز تزرع نوم نام كمان، والنوم يجيب نوم كمان، والكسل يجيب كسل. تعرفين لما واحد يقعد قدام ناس ويتاوب يعمل كده، يروح الناس عاملين ايه؟ متاوبين زيه، لا اراديا كده عايزين يناموا زيه، مش كده برضو بيحصل كده عندكم برا ولا عندنا بس؟ بيحصل في كل حتة. فالانسان نشاط يجيب نشاط. افرض عايز اتعلم الحان، اصاحب ناس بتحب الحان. افرض عايزك اتعلم انجيل، اصاحب ناس بتحب الانجيل. افرض عايز اتعلم الافتقاد، اصاحب ناس شطار في الافتقاد. افرض عايز اتعلم لغة،
أتعرف وأتصاحب على ناس بتوع اللغة وهكذا. الوزن تزداد بحسن الاستخدام، والوزن تتلاشى بعدم الاستخدام. آخر حاجة، الوزن اللي في إيدك استخدمها حتى الموت، كن أمينا إلى الموت، كن أمينا في كل وزن ربنا أعطاها لك. يعني أنا أحب أوجه للشباب، إحنا مش بنبقى خدام في فترة الشباب بس، لأ ده إحنا خدام على طول، حتى بعد ما تكبروا، بعد ما تروحوا في بلاد كتيرة وتعيشوا وتكونوا أسر، نفضل خدام ونسلم ولادنا الخدمة وهكذا. الوزنات عمل مهم جدا، نعمة بنشكر عليها ربنا، بنخدم بيها الآخرين، وبتدي شعور في شخصيتنا وشعور الإنجاز في شخصية كل منا، وبتخلينا نخرج من ذاتنا، ما يبقاش الإنسان ذاتي زي الراجل اللي خد الوزنة واحدة دي وحطها في التراب، يخرج من ذاته، واللي يخرج من ذاته ده يبقى إنسان ناجح باستمرار. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.